ماشي غير في المنظومه التعليميه. نعم التربيه الجنسيه ضروريه، كتبت ان التربيه الجنسيه اصبحت اليوم ضروره علميه، كتبت هذا في 1997 وفي عام 2000 فهمتني، وخصها تكون متموقعه في سياسه جنسيه عموميه. ما عندناش حنا سياسه جنسيه عموميه، ماذا نريد بالجنس، ماذا نريد للجنس، كيف نريد تدبيره، ما هي الاهداف التي نتوخاها من الجنس، واش بغينا نديرو سوق بيع خدمات جنسيه، سياحه جنسيه، واش بغينا نديروه حقل ديال خلق المواطن والمواطنه، واش بغينا فقط ندبروه بالحرام الحلال، هاد الثنائيه اصبحت اليوم غير كافيه. وبالتالي خصنا هاد الاسئله نطرحوها ونجاوبوا عليها بصراحه، وفي هذا الاطار نوضعوا سياسة جنسية عمومية، وفي إطار هذه السياسة نديروا تربية جنسية. لمن؟ للمربين. شكون هما المربين؟ طبعا الآباء والأمهات، للمدرسين بكل أنواعهم ومراتبهم، للإعلاميين كذلك، الإعلامي الصحفي في التلفازة ولا في الصحيفة ولا في المجلة هو تيبلغ رسائل يربي، والفنانون تهما اللي تيمثل في السينما ولا في المسرح ولا تيضحك الناس فهمتيني، ولا المغني، هادو كلهم تيربيو المجتمع. هاد الناس هادو نفسهم باش يربيو الناشئة جنسيا خاصهم تكون تربية جنسية، أو على الأقل القيم ديالها الأساسية، القيم. يعني التربية الجنسية هي معارف، معلومات علمية، هي تقنيات، وهي قيم كذلك. إذا ما كانش المربي مقتنع وملم بالمعارف والتقنيات والقيم، كيف سيبلغها إلى الناشئة، إلى الأطفال، إلى التلاميذ، إلى الجمهور بشكل عام؟ فالتجارب الدولية تبين أن التربية الجنسية الآن تتبدأ في المدرسة، هي الإطار الأنجع، الأنجع فهمتني، لممارسة التربية الجنسية. وهنا نرجعوا لمسألة الإسلام، هي تخيف المسلمين. لماذا؟ لأنها تتبين، تتقول للناس أن الجنس ليس دنسا وليس فاحشة بل شيئا جميلا، وأن لكل إنسان الحق في الجنس، وتتبين لي كيفاش تجنب الأمراض وكيفاش تجنب الحمل الغير مرغوب فيه، تتبين لي أن هناك مساواة جنسية بين الرجل والمرأة، بين الغير والمثلي. هذا كله مزعج بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود، بالنسبة للدولة الدينية أو النصف الدينية. لأن المشكل ماشي هو في الدين، مش هو موقع الدين في الدولة. ملي تولي الدولة دولة علمانية مدنية، يمكن لا توضع برامج ديال التربية الجنسية بكل وضوح وفي شموليتها. ملي الدولة تكون متذبذبة لا تحسم، وهذا كتبت هذا، أن الدولة المغربية لا تحسم، لا هي بالدولة الدينية بشكل كلي ومطلق، ولا هي بالدولة العصرية بشكل كلي ومطلق. فهذا التردد، هذا عدم الحسم، هو بنيوي في
الدولة المغربية. وهذه هي الصعوبة. طبعا في الدستور ديال 1996 وديال 2011 حقوق الإنسان أصبحت مرجعا ساميا على قدم المساواة مع الإسلام. يمكننا أن ننطلق من الدستور للإعلان عن مساواة مطلقة وكلية بين المتزوج وغير المتزوج، بين المرأة وبين الرجل، بين المثلي وبين الغيري، باسم الدستور. دستور هذا ممكن، باسم الدستور يمكننا نسن سياسة جنسية عمومية علمانية وتربية جنسية شمولية كومبريانسيف باسم الدستور. لكن هناك شكل آخر في الدستور، الإسلام كمرجعية. الإسلام كمرجعية عندنا هو الإسلام السائد التقليدي الفقهي اللي عديم الاجتهاد، لا اجتهاد فيه، لا فكرة فيه. هذه مأساتنا.